يعني منطقي فعلا. انا بشوف ان دي نوع بحس انها ممكن تبقى ادعاءات من قبل المربين واصحاب المزارع انهم يبيعوا بخساره عشان يبينوا ان هم يعني جاي عليهم وانهم بيعملوا اللي يقدروا عليه. هل هم هيكونوا خسرانين فعلا ويستمروا في التجاره دي ويبيعوا بخساره 3 جنيه و4 جنيه؟ هو مش ادعاءات يعني، هي تكلفه. لو حضرتك احنا جبنا وحسبنا تكلفه الكتاكيت بتتباع بقد ايه، والاعلاف قد ايه، والكهرباء قد ايه او الطاقه بشكل عام، والعماله، كل ده بيبقى محسوب. محدش يقدر يضحك على حد في الحاجات دي لانها ليها حسبه. انما هي الفكره هم اتعودوا على كده على مر السنين انهم يكونوا خسرانين، ان هم لان بيربي من 5 لـ7 دورات في السنه. الـ5 لـ7 دورات دول ممكن يجي فيها واحده تخسر، لكن في مثلا 2 هيكسبوا و2 يبقوا على قد الاسعار، لكن في الاخر هو في الاخر هيطلع كسبان. لكن يمكن صناعه الدواجن الفتره دي بقى لهم شويه كتير الحقيقه ما فيش عندهم مكاسب. انما احنا برضو مش عايزين الاسعار تشد علشان المستهلك في الاخر، احنا عايزين سعر عادل. ممكن يكون ما عندهمش مكاسب عشان الناس اصلا عزفت نوعا ما، بقت بتحاول تجيب المجمد، اضطرت لان السعر اصلا غالي. برضو شايفين الناس ان السعر غالي. لا مش عشان كده. هو الانتاج كتير الحقيقه في الفتره الحاليه، والسحب قليل. فعشان كده يمكن احنا بنشجع دايما صناعه الدواجن ان هم علشان نقلل الاستيراد، لان احنا بنستورد كل اللي بنستورده. المفروض احتياجاتنا 100,000 طن او 110,000 طن بالكتير قوي. فده جنب اللي احنا بنتجه، هو ما يجيش 5%. طب نرجع لنفس النقطه، والسحب قليل ليه؟ القوى الشرائيه برضو ليها دور. ودايما المصريين مثلا يجي موسم رمضان يسحبوا المواسم، بيبقى السحب اكتر. ده على العموم، سواء اللحوم سواء الدواجن، دي معروفه. اوقات كتير زي ما حضرتك، ولازم دي حاجه حي لازم يباعها. عارفه حضرتك لو هيبردها او يجمدها ممكن تقعد لفتره، بعد كده وتتباع باسعار معتدله. يبقى طول السنه ما فيش سعر عالي وما فيش سعر قليل. هل ده واجب الوزاره بتتدخل فيه ولا لا، ان هي تكون عامله توازن بالانس شويه في الموضوع؟ التوازن يحصل لما يكون احنا اتنقلنا من مرحله البيع الحي الى مرحله مبرد ومجمد. في الحاله دي هيكون لما يكون في عرض زياده ممكن يتشال في المخازن او الفريزرات او التجميد، وبعد كده يخرج في الوقت اللي فيه سحب قليل، وبالتالي يظل الاسعار طول السنه واحده. هو ده اللي لسه يمكن يعني بنحط اليات. احنا عندنا قانون 70 لسنه 2009 اللي هو بيمنع تداول الطيور الحيه، وده علشان التلوث البيئي اللي موجود، علشان انتشار الامراض بالنسبه لخاصه كان انفلونزا الطيور.